نشأة جامعة بير زيت بحد ذاتها هي قصة عطاء، وكانت البداية من المعلمة نبيها ناصر لما قررت تنشئ مدرسة للفتيات في قرية بير زيت. أنشأتها في بيت العائلة، تطور العطاء للجامعة وقاده الدكتور حنا ناصر اللي كان رئيس الجامعة منذ السبعينات. وجه العطاء نحو تأسيس حرم الجامعة، وكانت كل التبرعات تتوجه لبناء الحرم، لشراء الأراضي، ولا تأسيس حرم الجامعة اللي نحن اليوم موجودين عليه. عديد من المؤسسات، من الأفراد اشتغلوا واشتغل معهم دكتور حنا، وبشكل رئيسي عمل مع قياديين الجامعة وعمل مع دكتور جابي برامكي الله يرحمه لاستقطاب تبرعات أكثر وأكثر نحو تأسيس حرم جامعة بير زيت، اللي اليوم نقدر نشوف المباني العديدة اللي حاملة أسماء المتبرعين اللي قدموا للجامعة. في العام 2010 تولى دكتور خليل هندي رئاسة جامعة بير زيت، وكان عنده رؤية استراتيجية واضحة تجاه استمرارية الجامعة وتجاه استدامتها. كان من أولى القرارات اللي اتخذها هو تأسيس دائرة متخصصة في إنماء موارد الجامعة، وسماها آنذاك مكتب تعزيز الموارد. الوقفية هي مجموعة من التبرعات اللي بتقوم الجامعة على استثمارها، وبتصرف فقط جانب من العائدات وليس جميع العائدات عشان تحافظ على القيمة المالية للوقفية، وكمان عشان تنميها. وضعت اللجنة سياسة الاستثمار اللي هي بتتناسب مع قيم ورسالة جامعة بير زيت، وبناء عليه يجري استثمار الوقفية. كنت مديرة العلاقات العامة، تم اختياري لتأسيس مكتب تعزيز الموارد للجامعة. من التأسيس نشأ تحدي كبير أمامنا، وهو أنه نثبت أهمية هاي الدائرة ونكسب ثقة المجتمع، وأنه هاي الدائرة مش موجودة فقط لجلب الأموال، بل هي موجودة من أجل التغيير. مفهوم العطاء ومفهوم الفيلانثروبي هو ما كان هالقد متجذر، التفكير كان أكثر بركز على التشاريتي والعمل الخيري. نحن بحاجة إنه لتثبيت معنى العطاء هو من أجل التغيير. نحن لما منتبرع لقضية، لما منساهم في دعم قضية ما، أو منساهم في دعم مؤسسة، إحنا منساهم في التغيير. أنا لما بتبرع بعطي صوتي للمؤسسة، بعطي صوتي لهذه القضية. هون كان تركيزنا، وهون كان التحدي الكبير اللي كان بيواجهنا كل الوقت، في إنه نثبت إنه هذا عمل مهم، هذا عمل ذو قيمة، وهذا عمل يجب أن يكون مؤسسا. عملنا في تعزيز الموارد بيعتمد على عدة برامج، مقسم إلى عدة برامج، وتنفيذه بيعتمد على عدة مراحل تستند إلى نظرية في استقطاب التبرعات. هو عمل منظم ومؤسس يعتمد على البحث، على جمع المعلومات، على بناء العلاقات مع الجامعة، على تطوير هاي العلاقات بشكل منظم، بشكل رسمي ومفهوم، وبيستند كتير على دور رئيس الجامعة، أيضا على وجود وحضور توفير رئيس الجامعة على جانب كبير من وقته من أجل هذا العمل. بعام 2015 عملت مع دكتور عبد اللطيف أبو حجلة، وهو رئيس الجامعة الآن. اشتغلنا على مجموعة من الأولويات اللي هي استندت على استراتيجية الجامعة. ركزت هاي الأولويات على التطوير الأكاديمي، على تطوير المختبرات للجامعة، وكان في جانب له علاقة بتقديم الخدمات للطلاب وباستكمال البنية التحتية للجامعة. أنجزنا سكن الطالبات، أنجزنا تطوير المختبرات التخصصية بالجامعة، وهلأ نحن على مشارف إنجاز البنية التحتية للشوارع ولمداخل الجامعة. عملنا الوثيق واللصيق مع رئيس الجامعة هو أساس نجاحنا. استطعنا في هاي السنوات نوقع العديد من الاتفاقيات مع حكومات، مع مؤسسات، أيضا مع أفراد، واستطعنا استقطاب تبرعات بأحجام مختلفة وتبرعات متنوعة.
الجائزة اللي حصلنا عليها جائزة كيس هي كانت مهمة لإلنا، لأنه هي بمثابة اعتراف أنه الدائرة اللي موجودة في جامعة بير زيت المتخصصة في استقطاب العطاء للجامعة هي بمستوى الدوائر اللي موجودة في جامعات كثيرة في العالم. كان مهم هذا الاعتراف لجمهور المساهمين، لجمهور الداعمين، وكمان لجمهورنا الفلسطيني، لنزيد ثقته بالجامعة ونزيد ثقته في دعم الجامعة. اليوم وإحنا شرفنا على 10 سنوات، إحنا نجحنا في تأسيس مكتب متخصص في تعزيز موارد وإنماء موارد الجامعة. هناك إجراءات عمل وطريقة عمل واضحة وبرامج ثابتة في المكتب، وأيضا كمان طريقة عمل المكتب مع دوائر الجامعة هي أصبحت منظمة ومؤسسة. صار في عنا فريق متدرب متمكن قادر على البحث عن متبرعين واستقطاب تبرعات جديدة وبناء وتطوير علاقات طويلة الأمد مع متبرعين يساهموا في دعم الجامعة بشكل مستمر وبشكل سنوي. أهم شيء حققناه هو تغيير الصورة النمطية لعملنا من جمع التبرعات إلى التشجيع على العطاء، إلى استقطاب العطاء من أجل تطوير الجامعة ومن أجل استدامتها واستمراريتها. العطاء لجامعة بير زيت مهم، هو بمكننا أن نقدم منح دراسية للطلبة. نحن عندنا برنامج كبير، برنامج منح دراسية كبير بيقدم طيف واسع من المنح الدراسية، وخصوصا للطلبة المتميزين أكاديميا، أيضا للطلبة غير المقتدرين ولشريحة واسعة من الطلبة. من خلال برنامج المنح الدراسية نحن بنعطي فرصة لشبابنا وشاباتنا إنه يقدروا يدرسوا بجامعة بير زيت دون تكون الظروف المادية عائق أمامهم. التحول للعطاء الرقمي أو التركيز على العطاء الرقمي هو أساسي في عملنا وأساسي في هذه المرحلة، لكن هذا لا يمكن يعني أن يكون هناك بس تحول في استقطاب التبرعات بشكل رقمي، لازم يكون في عنا استراتيجية تواصل رقمي كمان بتخلق علاقات مع الداعمين بشكل مختلف عن العلاقات الوجاهية، وهي بتقربهم من المؤسسة، بتقربهم من الجامعة، بتعرفهم على الجامعة أكثر من خلال كل لغة التواصل بيتم نشرها من الجامعة. شكرا لكل الداعمين، شكرا لكل المساهمين، وشكرا لكل من أشاد بجامعة بير زيت، وشكرا لكل من دعا إلى دعم جامعة بير زيت.